صباح الخير يا زلمة، طبعا تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر. هيدا مالكو كريم مجدي، اليوم 14 يناير 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. ارتفاع أسعار الذهب ومحافظة على الأداء الإيجابي بعد انخفاضات بسيطة خلال تداولات أمس، ولكن طبعا دعم أسعار الذهب انخفاض الدولار الأمريكي بعد البيانات الأمريكية اللي جاءت أسوأ من المتوقع خلال طبعا تداولات أمس. ومن ناحية تانية كمان انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية، كل ده أثر بشكل كبير ودعم أسعار الذهب. ولكن عندنا مجموعة من البيانات الهامة، معدلات شكاوى من البطالة الأمريكي اللي كان متوقع عليه 200 ألف، وجيب نتيجة أسوأ من متوقع 230 ألف. أيضا مؤشر أسعار المنتجين اللي كان متوقع عليه 4.4%، وجيب نتيجة أسوأ من متوقع 2.0%. النهاردة في انتظار بيان مبيعات التجزئة الأساسية المتوقع عليه 2.0%، والشهر الماضي كان 3.0%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما احنا شايفين طبعا حركات تصحيح بسيطة لأسعار الذهب خلال تداولات أمس، ولكن سرعان ما عادت مرة أخرى الأداء الإيجابي وعادت على أعلى نقطتها المحورية الهامة عند 1820. أداء إيجابي على الفلات ترند، على السار، على الإي إم إيه، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، ثبات السعر الأعلى، كل ده مدعمه بشكل كبير. ولذلك الاتجاه الأكثر توقعا هو الصعد، ولكن بشرط كسر نقطة المقاومة غاية في القوة والصعوبة عند 1830 عشان يروح لل 46 وراها ال 62. مرة تانية كسر ال 30 وراها ال 46 وراها ال 62. السيناريو الآخر المعاكس تحقق بكسر 1808 وراها 1797 وآخر نقطة عند 89. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.